انا هعمل دلوقتي صينيه رقاق ناشف وهنسويها على البوتاجاز، خطيره وسهله جدا جدا، ان شاء الله يا رب تعجبكم. هنقول المقادير بسرعه. بص، عايزين نعمل العصاج اللي احنا هنحطه في الرقاق، اللي هي اللحمه المفرومه، كميه من اللحمه المفرومه زي ما تحبي. هي صينيه الرقاق دي كلها على بعضها تاخد لها بالكتير قوي 4 معالق كبار من اللحمه المفرومه. مش المفروض ان احنا نزود اللحمه، اللحمه لما بتزيد قوي خلوا بالكم تيجي بتقطعيها تلاقي تجري منك، تلاقي اللحمه فرفطت والواحد ماسك حته الرقاق اللحمه عمال يتقع منها بسبب ان انت حاطه لحمه كتير. لا، احنا عايزين نحط كميه معقوله ونلزقها كده عشان تبقى ماسكه في الرقاق لما تقطعيه ويتاكل ما يبقاش ايه اللحمه بتجري منه. تمام، احنا معانا اللحمه المفرومه هنعصجها عادي قوي، معانا بصلايا هنحط عليها برده ملح وفلفل، هنحط كمان رشه خفيفه قوي من جوزه الطيب، كل دي حاجات عشان ايه نعصج بيها اللحمه. ما بنحطش صلصه خالص في العصاج بتاع الرقاق، انا بحب البصلايه تبقى محروقه شويه كده او يعني مصفر حبتين، ده بيدي طعم تحفه للعصاج بتاع صينيه الرقاق. معانا رقاق مدور اهو، الرقاق الناشف جميل جدا، معانا خليط كده من السمنه على الزيت عشان ندهن رقاق الرقاق وبس، خلاص ولا اي حاجه تانية. وصفه سهله جدا، وطبعا الشوربه، شوربه لحمه او شوربه العكاوي اللي احنا عملناها كله هيبقى زي الفل. عايزين نحط بقى ايه، معلقه زيت وحته سمنه خفيفه قوي، ولا بلاش سمنه، خلينا في زيت بس، كفايه دهن رقاق الرقاق. ايوه عشان ما نروحش في داهيه اهو، شايفين اهو، لازم البني ادم ما يدبهاش قوي لا يفطس. هنشوح البصل كده، يعني دايما العصاج بتاع الرقاق بيبقى مختلف شويه عن بتاع مثلا المكرونه بالبشاميل. بتاع المكرونه بالبشاميل ما بضطرش احط البصل الاول كده، لا بحط على طول اللحمه وما بحطش كمان اي سمنه ولا زيت ولا اي حاجه، وبحط اللحمه هي بتنزل دهونها وابتدي احط عليها التوابل والبصل وبحط عليها معجون صلصه طماطم، وبيبقى ايه العصاج بتاع صينيه اللحمه المفرومه خطيره. لكن في الرقاق لا، بحب قوي ايه اشوح البصلايه كده الاول وبعدين انزل باللحمه المفرومه. بص البصلايه كده دبلت وتشوحت اخدت لون عسلي كده، هنقوم نازلين باللحمه المفرومه اهو ونقلبها كده مع البصله، ده بيعمل طعم للعصاج بيفرق جدا في الرقاق كده، برضو ملح وفلفل، ملح فلفل ورشة جوزة الطيب بس كده. هو ده كده ايه حشو صينية الرقاق، هسيبها كده ايه تستوي. ومعايا بقى شوربة زي ما اتفقنا، شوربة ايه بقى، شوربة لحمة، شوربة عكاوي، اي حاجة زي ما تحب. انا حطاها كده في صينية كبيرة عشان اعرف اغطس فيها الرقاق، وضروري انها تكون سخنة، لما بتبقى سخنة بتبقى افضل بكتير، بتساعد كده ان الرقاق ايه يتبل اوام ويتحط مش هتعجن ولا اي حاجة. ومعانا صينية رقاق تانية اللي احنا هنعمل فيها بقى الرقاق شخصية، هندهنها بخليط من السمنة والزيت كده بالشكل ده، وناخد اول رقاقية حلوة كده نغطسها في الشوربة السخنة. بصوا اهو كده، ونشيلها ونحطها هنا كده على الصينية، وندهن برضو كده دهنة، دي ضروري جدا، كل دهنة كده هتفرق قوي اهو. وناخد الرق اللي بعده، يعني تقريبا احنا بنحتاج من 3 لـ4 رقات في كل دور، يعني دور 3 رقات وبعدين الحشوة وبعدين 3 رقات كمان او 4 رقات، ده الماكسيموم، ما تعملوش اكتر من كده. ودهنة برضو من خليط السمنة على الزيت، واحدة كمان كده اهو، انا حطيت 3 رقات كده. عايزين بقى ناخد الحشوة اهو، ما تكتروش في الحشوة يا جماعة علشان اللحمة ما تقعدش تجري منكم وانتوا بتاكلوا الرقاق.
كده اهو كده، كفايه قوي اهو، ونبططها كده علشان تمسك في الرقاق وما تجريش منه زي ما اتفقنا اهو كده، حلو قوي. وناخد رق كمان من الرقاق اهو كده، بعد ما تغطس في الشوربه ممكن نحط مع الشوربه شويه لبن حليب لو تحبوا، تعملوا خليط ما بين اللبن الحليب والشوربه برضو هيبقى حلو جدا كده. ورق كمان، احنا عملنا ايه، ثلاث رقات وبعدين الحشوه وثلاث رقات كمان اهو كده، وندهن اهو بهذا الشكل الظريف. واخر رق بقى من فوق، عايزه انقي واحد امور بقى، ماشي ده حلو ده، هنغطسها برضو في الشوربه السخنه او المايله، يعني انها تبقى سخنه يعني، بصوا اعرف ادخل ايدي، يعني اعرف ادخل ايدي في الشوربه. وده كده اخر رق، وبرده ندهنه، وعلى النار بقى على البوتاجاز من غير فرن ولا اي حاجه كده اهو. بص الرقاق ايه هبط كده، علشان طبعا احنا حطيناه سقيناه بشوربه سخنه، فتلاقيه على طول هبط، مش يبقى لسه ناشف ومقرمش ورخم يعني. على النار هنستنى عليه، هنحس كده بصوت شكشكه من تحت، هنعرف ان هو اخد لون من تحت، ونقدر نبص كده عليه، نرفعه بحته معلقه او يعني بجزء من المعلقه او السباتيولا، ونبص عليه من تحت ونقوم قلبينه الناحيه الثانيه، ويبقى اخد لون من فوق ولون من تحت في صينيه الرقاق، بيطلع رهيب. احلى صينيه رقاق ممكن تعملوها، خطيره. واحنا عاملين واحده هناك اهو زي ما انتم شايفين، معموله على البوتاجاز. عايزين تدخلوها الفرن مفيش مشكله، تدخل الفرن بالوضع ده، بس ممكن تزودوا على الوش كده كبشه واحده بس من الشوربه، وتدخلوها فرن سخن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص 20 دقيقه، 25 دقيقه بالكتير. لكن على البوتاجاز بصراحه بيبقى اطعم واحلى بكتير يعني، وطبعا هي بتبقى اذواق. ان شاء الله يا رب تعملوه وتجربوه ويعجبكم.